هو يسأل أيضا عن آيات السكينة. كل ما في القرآن يدل على السكينة، لكنه لو قرأ بعض الآيات التي يقول الله جل وعلا في آية محكمة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. فيقرأ الآيات التي فيهن لفظ السكينة، ولكن هذا ورد في القتال كثيرا، لكن يقرأ الآيات التي تخلو من الأحكام غالبا. نعم. فلو قرأ من غافر إلى آخر الأحقاف، من غافر إلى آخر الأحقاف، غافر، فصلت، الزخرف، الجاثية، الشورى، إلى الأحقاف، هذه السبع لو قرأ فيها يرزق سكينة بإذن الله.